أهلا بكم في درس جديد من الرسم العودي. سوف نقوم في هذا الدرس ببناء خوارزمية جديدة من خوارزميات سيربينسكي، وهي سيربينسكي كاربت، وفقا لما رأيناه خلال الجلسة النظرية. بداية سوف أقوم بإضافة هذه الخوارزمية إلى الكومبو بوكس الدروب داون ميثود في الكوليكشن الخاص بها. أقوم بإضافة سيربينسكي كاربت، ثم أقوم بنسخها كلها لإضافتها في الإيفنت الخاص بالزر Draw. هنا أضيف فرعا جديدا إذا كانت Text الخاص به مساوية لسيربينسكي كاربت، أقوم بما يلي. سوف نقوم باستدعاء خوارزمية جديدة نسميها Call سيربينسكي كاربت مثلا، وسوف نقوم بإملاء هذه البارامترات لاحقا. دعونا أولا نقوم بكتابتها هنا. هذه الخوارزمية هي من نمط Void، وهي تحتوي على الجرافيكس. هنا سوف تحتوي وفقا لما رأيناه خلال الجلسة النظرية، ولتسهيل العمل أستطيع التعامل مع بنية هندسية، مع شكل هندسي يحتوي على 4 أضلاع و4 زوايا. أستطيع استخدام شكل رباعي وأستدعيه بشكل مباشر في لغة البرمجة، وهو المستطيل Rectangle. أقول Rectangle Rect بهذا الشكل، وأخيرا المستوى. هنا سوف أقوم بالفحص أولا. إذا كان المستوى مساويا للصفر، علي أن أقوم برسم هذا المستطيل. لنطلق هنا عليها اسم خوارزمية Draw Rectangle، وهي تحتوي على Graphic إضافة لRectangle. سوف نقوم بكتابتها لاحقا، وإلا علي تحديد الأبعاد الجديدة الخاصة بالمربعات التي سوف أقوم برسمها بحجم أصغر في المستوى التالي، وهي كما رأينا 3 إندكسات على المحور الأفقي و3 إندكسات على المحور الشاقولي، والاحتمالات المتباينة والمختلفة فيما بينهما تشكل لي 9 احتمالات لرسم مربعات صغيرة. سوف أقوم برسم 8 منها على الشكل التالي. أولا دعوني أقوم بإنشاء هذه المتحولات، وهي X0، دعوني هنا، ثم X1، وبعدها X2، من ثم لدي Y0، وبعدها Y1 وY2 بهذا الشكل. اتفقنا أن البداية تكون عند الليفت، وأقول هنا Rectangle Left، وهنا سوف أقوم بإضافة إلى هذا الليفت عرض جديد، وهو تنت العرض الخاص بالمربع الحالي. لنقوم بحسابه هنا مثلا Width يساوي Rectangle Width تقسيم 3، وبشكل مشابه هنا قم بتعريف الهايت الجديد مساويا للهايت تقسيم 3، وهنا هذه تساوي X0 زائد الويث العرض، وبشكل مشابه هذه أيضا تساوي X1 زائد العرض. أما هنا فالواي صفر تساوي التوب الخاص بالريكتانجل، والواي 1 تساوي الواي صفر زائد الهايت، والواي 2 تساوي الواي 1 زائد الهايت. هذا بالنسبة للإحداثيات، والآن علينا استدعائها 8 مرات بشكل عودي. نقول call سيربينسكي كاربت، قم بإدخال جرافيك، وهنا سوف أقوم بإنشاء ريكتانجل جديد، مستطيل جديد على الشكل التالي. أقول نيو ريكتانجل، وهنا أقوم بإدخال إحداثيات على المحور الأفقي والمحور الشاقولي والعرض الخاص بها والارتفاع. فعلى المحور الأفقي هي X0 والY0، ثم العرض الجديد الذي قمنا بإنشائه زائد الهايت الجديد.
ولا ننسى المستوى الجديد. هنا المشكلة في هذه البارامترات أنه يطلبها بصيغة الانتجر، وقمت أنا بإدخالها بقيمة float. لحل هذه المشكلة أقوم باستدعاء rectangle f، وهنا هذا يكون rectangle f، وحلت المشكلة. أقوم بنسخها هذه 8 مرات، ونقوم بإدخال البارامترات بأشكال عديدة لضمان رسم المربعات التي على الأطراف مع تجاوز المربع الذي في الوسط. فهنا تكون الاستدعاءات على الشكل التالي. بهذا الشكل. فهنا عند بداية الرسم كما رأينا في أقصى اليسار اللفت، وهنا في أقصى المنطقة العلوية التوب، وهنا في الزاوية اليمينية السفلية مع إضافة الويث الجديد مرتان مع إضافة الهايت مرتان. وبهذا الشكل أقوم بحصر المربعات ضمن هذين المربعين لهذه الاستدعاءات العمودية. لنقوم أخيرا برسم هذا التابع. هنا هو من نمط void، وهذه المكتبة graphics، وهذا rectangle f. بكل بساطة أقوم باستدعاء الجرافيك. أعتقد هنا أحتاج إلى القلم لرؤية أشكال مختلفة للرسم. draw rectangle pen rectangle بهذا الشكل. أعتقد هنا يوجد مشكلة، أو أقوم بإصلاحها على الشكل التالي. هنا أقوم باستدعاء rectangle جديد من نمط integer، وأقوم بإملاء هذه البارامترات من rectangle الذي أمتلكه بعد قصها على integer. فأقول rectangle x، وهذه integer، وبشكل مشابه أقوم بذكرها على الواي، ثم الويت، وأخيرا الهايت. ولا ننسى أن نقوم بإغلاق الريكتانجل. بهذه الطريقة قمت بإنكابسوليشن وتحويل الريكتانجل فلوت إلى ريكتانجل انتجر فقط لاستدعائها من قبل هذه الميثود الخاص. لنقوم الآن باستدعائها، نذهب هنا ونقوم بإضافة الجرافيك. هنا إما أن أقوم بإنشاء ريكتانجل خارجي بأبعاد محددة، أو أقوم باستخدام الريكتانجل الخاص بالكانفاس. فأقول هنا كانفاس كلاينت ريكتانجل، ثم أقوم بإدخال الليفل. لنرى الآن إذا كانت تعمل دون مشاكل. هنا أولا نذهب إلى سيربينسكي كاربت، قوم بالرسم. طبعا الرسم ضمن الحدود، علي إنقاصها قليلا نحو اليسار ونحو الأعلى. سنقوم بهذا التفصيل الآن، ولكن دعوني أقوم بالانتقال إلى المستويات التالية بهذا الشكل. عندما رأينا في الدرس النظري هذه المربعات أو هذه المستطيلات الأشكال الرباعية على الحواف يجب أن تكون ملونة، وفي الوسط يجب أن يكون محذوف. ننتقل للمستويات أكثر تعقيدا. نرى أنه المستطيل الذي في الوسط تم إهماله، وبقي العمل على المستطيلات الموجودة في الأطراف. وبهذه الطريقة نرى كيف أصبح الشكل وكأنه تلون بالأسود مع كثرة الرسومات العودية بهذا الشكل. لنقوم الآن برسمها بشكل ملون وفقا لما رأيناه خلال الدرس النظري. نذهب هنا، وبدلا من الـ draw rectangle أقوم برسم fill rectangle، وهنا سوف أقوم باستخدام الفرشاة بشكل مباشر brushes، لنقول blue وفقا لما رأيناه. وهنا بدلا من هذا أستطيع إدخال الـ rectangle بشكل مباشر أعتقد. ثم نذهب
إلى الشكل الموجود هنا، وهنا أستطيع التعويض بدلاً من استخدام الريكتانجل أستطيع إنشاء ريكتانجل جديد بهذا الشكل وإدخال إحداثيات هنا. أولاً علي إدخال الـ X والـ Y، وهي مثلاً لنقول ابدأ الرسم من عند النقطة 10 10 كهامش، ثم العرض الخاص بالرسم هو عرض الكانفاس منقصا من ذلك لنقول 20، والهاي بشكل مشابه أيضا ناقص 20. لنرى الآن تمام رسمة في المنتصف بهذا الشكل، وإذا قمت برسم المستوى الأول تمام أصبحت أوضح بعد إضافة الألوان بهذا الشكل. هذا بالنسبة لسيربينسكي كاربت، رأينا كيف تمت الاستدعاءات العودية وبخطوات ممنهجة، فقد قمت بإنجاز هذه الخطوات وتكرارها وفق أصول مرتبة. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم، تعلمنا فيه كيفية كتابة خوارزمية سيربينسكي كاربت وفقا للعالم البولندي وأكلو سيربينسكي، وأرجو أن تكون الخوارزمية مشروحة بالقدر الكافي. شكرا لكم لحسن استماعكم وألقاكم في الدرس القادم. سلام.